السلام عليكم في قناة لينوكس جيمر، والآن سوف أعطيكم طريقة تحميل لعبة ليج أوف ليجندز للمبتدئين والشخص الذي لا يعرف طريقة التحميل. بطبيعة الحال سوف نتقدم وندخل إلى جوجل، تدخل إلى أي متصفح تريد ثم تكتب جوجل بانكم كما كتبناها هنا. سيظهر لكم الجوجل هنا، سوف نكتب هنا ليج أوف ليجندز، لجي اوف ليجندز، فقط تتبع الخطوات كما تظهر معك في الفيديو. اذا فننتظر لن تخرج لنا الصفحة. اذا هنا ندخل الى يعني صفحة اللعبة، موقع اللعبة، هذا هو موقع اللعبة ليجوفليجندز.com. بطبيعة الحال اذا اللعبة سوف تظهر لنا بهذا الشكل، وهذه هي واجهة اللعبة أو فلنقل واجهة الموقع. بطبيعة الحال سوف نضغط على play for free. بعد أن ندخل إلى هذه الصفحة سوف تظهر معك هذه الواجهة. إذا هنا سوف نكتب الميل الخاص بنا، نرجع بس زي ما يبغون، ثم هنا تختار، وهنا شيء مهم جدا، وأنت تختار إما تختار اللغة، تختار عن طريق اللغة أو تختار عن طريق الموقع. مثلا هنا لديك البرتغال، هنا لديك الفرنسية، هنا ثم إذا اخترت هذا، إذا أبقيت على الاختيار الأول فهو نورت أمريكا. العرب يكونون في أوروبا، في منطقة أوروبا، لذلك في الغالب قد تجدهم في هذا السيرفر وهو أوروبا ويست أو في هذا السيرفر. إذا هنا أوروبا ويست إنجليش، سوف نختار هذا. لذلك ننتظر، نضغط على على ما اعتقد. اذا هنا سوف نختار هنا طريق ازدياد. بعد ما قمنا باختيار المنطقة تم تحديث الصفحة، يعني تم تغيير هذا الاختيار، ثم نذهب الى هنا ونكتب الميل الخاص بنا، البريد الالكتروني الخاص بنا، ثم نضغط ستارت. هنا نضع هنا تاريخ الميلاد اكتوبر. اذا نضع هنا تاريخ الميلاد الخاص بك. بعد ان نقوم بذلك نضغط على نيكست. هنا سوف تدخل اليوزر نيم او اللقب او اسم الحساب الخاص بك، سوف اضع ياركاجي، ثم نضع هنا الباسورد، ثم أعيد كلمة السر، أضغط على موافقة ثم أضغط على next. إذا تظهر معك هذه الصفحة مباشرة، تقول لك لقد تم التسجيل بنجاح. الآن تضغط على هذه العبارة كي تقوم بتحميل اللانشر الذي سوف يقوم لك بتحميل اللعبة. نضغط عليه مباشرة هنا كي نقوم بتحميل اللانشر او البرنامج الذي سوف يحمل لنا ملفات اللعبة. اذا كما ترى معنا هنا، هذا هي اسم المنطقة، هي اوروبا ويست الذي قمنا بتحميله. اذا نضغط سيف مباشرة، سوف تلاحظ ان التحميل يبدأ هنا. سننضغط 94 ميجا، وسوف أعطيكم طريقة رائعة جدا. إذا كان لديك إدمان ولم يعني برنامج إدمان الذي يقوم بتحميل الملفات هذا، ولم يبدأ معك بتحميل هذا الملف بل وجدته هنا مباشرة، سوف نقوم بخدعة بسيطة لكي نقوم بتحميله بواسطة برنامج إدمان. إذا ما عندما يكون لديك ملف على هذا الشكل، نأتي إلى هنا نضغط هنا ونضغط
كوبي دونالد ادريس. مباشرة سوف تظهر معك هذه القائمة. إذا لم تظهر لك سوف تذهب مباشرة إلى برنامج إدمان وسوف تضغط هنا أد إيرور ثم تكتب أوكي. ننتظر قليلا ننتظر قليلا. هكذا سوف يظهر لنا هذا البرنامج يمكن تحميله بواسطة إدمان. نضغط على ستارت دونالد. إذا هكذا سوف نسرع من عملية التحميل ببساطة وخدعة بسيطة. نقوم بإلغاء هذا كي نتسبب في تأخير أو تقل. عندما نقوم بتحميل البرنامج نذهب مباشرة إلى المكان الذي ضغطنا عليه مباشرة. إذا قمت بتحميله مسبقا هو الـ NA. المهم إذا بعد أن قمنا بتحميل البرنامج نذهب مباشرة إلى المكان الذي يعني سوف يكون فيه البرنامج. إذا هذا هو المكان الذي حملنا فيه اللانشر الذي سوف يحملنا اللعبة. إذا نضغط عليه مباشرة نضغط يس. ننتظر قليلا ننتظر لنا الشاشة اختفت ستعودين إلينا من جديد. What the fuck? What is fucking happening? Fuck. هذه هي هذا. إذا نضغط على البرنامج سوف يظهر لنا على هذا الشكل. نضغط على Next. لا موجودة بالوسط. أيتها اللعينة. نضغط على أجري. إذا نريد جيم نضغط على نيكست. وهكذا يتم تصديق بعد هذه الملفات. سوف ننتظر هذه الملفات لكي تقوم ب أن تصديق في محلها المناسب في مكانها المناسب. ونعود إليكم بعد ذلك. بعد أن تنتهي تلك الملفات سوف تظهر لك هذه تخبرك بأنه تم انتهاء الملفات الأولى. ثم نضغط على فينيش سوف تظهر معنا هذه البارتية هذه النافذة. فلتظهر يا نافذة أنت نافذة. المهم أين هي؟ هل غادرتي؟ سفي لنا الحياة. إذا سوف تظهر معك هذه النافذة. سوف تنتظر هذه النافذة إلى أن تنتهي وسوف نعود مرة أخرى. بعد يتم تحميل الملفات في النافذة الأولى سوف تظهر معك هذه النافذة. سوف تترك هذا اللون الأصفر حتى يصل إلى هذا المكان يعني حتى ينتهي تحميل هذه الملفات لبداية مرة أخرى. لكن هذه المرة لن يتأخر كثيرا. إذا لننتظر حتى ينتهي هذا الأبديتين. قد تلاحظ بعد مدة بأن هذا التحميل يبدو نوعا ما بطيئا جدا. لذلك سوف نقوم هنا بالضغط على هذه العلامة ثم نذهب إلى هذه الأيقونة أيقونة اللعبة ليج أوف ليجندز. نضغط هنا كي نعيد هذا الأمر. ننتظر سوف نقوم بإعادة ليس إعادة كل الملفات لكن فقط هذا الجزء. إذا وهكذا سوف يبدأ معنا من جديد. وهذه المرة سوف يسرع قليلا في انتهاء هذا التحميل. سوف نظهر لك الصورة 5 ثوان 10 ثوان
وسوف تعود، سوف تعود شاشتك إلى إلى طبيعتها. انتظر قليلا. نقوم بتحريك الآن. قم بتحريك الماوس وهكذا. بعد انتهاء تلك الشاشة السوداء سوف تظهر معك البرنامج يقوم بتحميل بشكل أسرع. وأنا أعطيك إعدادات الديسبلاي أو الشاشة، إذا ننتظره حتى ينتهي. بعد ذلك سوف تظهر لنا هذه الشاشة. هذه الشاشة بعد أن تكتمل اللعبة من تحميل الملفات، بعض الملفات. إذا ننتظر هنا. أغنية رائعة. سنلاحظ أن هناك تحميل في هذه الجهة 5%، صوت مرتفع جدا. من أين سنقطع الصوت؟ إذن هنا سوف نكتب اليوزر نيم الخاص بنا والكود الذي قمنا بتسجيل عليه في الموقع. كارثة. إذا نكتب هنا اليوزر نيم الذي تكتبونه فيه في الموقع. هذه الموسيقى اللعينة تتركنا نسرح. إذا بعد أن تظهر لك هذه الرسالة سوف تقول لك هل أنت موافق على شروط هذه اللعبة. سوف تضغط على أكسبت. هذه نضغط هنا، لا داعي للانتظار. هنا اكسبتي. اذا هنا سوف يظهر لنا هنا تحميل اللعبة. ما تبقى من ملفات اللعبة سوف يعني تقوم بتحميل ما تبقى. لدينا هنا 7% من الملفات. اذا سوف ننتظر انتهاء باقي الملفات اللعبة. سوف ننتظر تحميلها. ولا يمكنك ان تقوم بقراءة المعلومات وتقوم قراءة المعلومات حتى تنتهي المدة. يمكنك أن تقرأ هذه الأمور بينما تتحمل اللعبة ما بقي منها. إذا سوف ننتظرها. نحن في الانتظار الآن حتى انتهى. بعد أن تقوم اللعبة بتحميل الملف الأول سوف ننتظر هذا الملف ليقوم بتثبيت ملفاته مرة أخرى. لكن هذه المرة هذا الملف ليس بطويل جدا، فلدينا فقط هنا 147 ميجا بايت. سوف ننتظر إلى أن يتم يعني تثبيت اللعبة. 147 ميجا بايت فقط. ننتظر.
إذا أوشكنا على انتهاء النظر قليلا بعد. تم انتهاء تحميل 147 ميجا بايت. سوف ننتظر قليلا ثم ستخرج لنا اللعبة على الشكل التالي. واو، تغيرت بشكل كلي، قد تغيرت فعلا. هنا يقوم بتأكيد الملفات. هنا علينا كتابة، لكن ما تبدو الصورة صغيرة يعني. هنا علينا كتابة المعلومات، الميل أو اليوزر نيم ونمط الخاص، كلمة السر. لكن لم أفهم لماذا تبدو الصورة صغيرة الحجم هكذا. سنجد حلا. على أي حال يمكنك التحكم في الصفحة هكذا. يمكننا أن نقوم بإرجاعها إلى هنا وأيضا إلى هنا والتلاعب بها قليلا. إذا كنت تريد أن تغير اللغة فأنت تدخل إلى هذا المكان وتختار هنا اللغة. لدينا هنا الفرنسية والإسبانية وبعض اللغات الأخرى. نأتي إلى هنا، نكتب اليوزر نيم الذي سجلنا فيه في الموقع وكلمة السر التي سجلناها في الموقع. أضغط على دي لكي لا أعيد كتابة كلمة السر دائما، ثم اضغط على الدخول. قالك هل توافق على الشروط؟ نعم. سنبدو أننا يمكن الضغط هنا والبدء في اللعب على ما أظن. دعني نجرب. ضغطنا عليها، ضغطنا على بلاي. أظن أن الآن سوف تشتغل اللعبة، يعني سوف تدخل مباشرة إلى اللعبة على ما أعتقد. ننتظر قليلا. بعد أن ضغطنا على بلاي لم يظهر شيئا، ثم ضغطنا مرة أخرى هنا كي نعيد فتح اللعبة. يبدو أنها تم أغلقت من تلقاء نفسها، لا أدري لماذا. إذن عدنا الدخول مرة أخرى، ضغطنا هنا وننتظر نرى. أننا دخلنا إلى اللعبة. أظن أنه يتم تعيد الشاشة على ما أعتقد. ظهرت صفحة سوداء ثم اختفت مرة أخرى.
ظهرت لي بعد توان. لم أستطيع فهم ما هو مشكلة هذه اللعبة، لماذا لا تعمل؟ سوف نضغط هنا وسوف أضح فأدخل على Open File Location لكي ندخل إلى مكان اللعبة، مكان اللعبة في جهاز حاسوبك. سوف نحاول نأتي إلى هذا على مشغل اللعبة. أضغط على رايت كليك ثم أضغط على Run as Administrator ثم أضغط يس لنرى الآن كيف سيبدو الأمر. هذا مكان اللعبة Riot Games and Riot Client. We can't launch the game this way. Please launch the game directly. قالك لا يمكنك أن تفتح اللعبة بهذا الشكل، عليك أن تفتحها مباشرة. What the fuck is this game? هذه لعبة غريبة يا صديقي. نذهب إلى هنا، الملف الذي لدينا. نضغط على Runes Administrator نجرب هذه المرة. سيعطينا نفس الرسالة. اشتغل أيتها الحقيرة. ليس لدي اليوم بطوله هنا. إذن سوف ندخل إلى إعدادات الشاشة. نضغط هنا ليفت كليك على سطح المكتب ثم ندخل إلى سكرين ريزوليشن. سكرين ريزوليشن كي ندخل إلى إعدادات الشاشة. هنا لدينا إعدادات الشاشة. ربما نضغط على Advanced Settings. لا هنا لدينا هنا. نعود إلى الصفحة 1600 على 900. 1600 على 900. 1600 على 2200. ألف وستمائة على 200. ريلي أضغط على أبلاي. أضغط على كيب تشينج. أوكي يا إلهي، هذا يبدو صغيرا جدا. لا أحب هذا الريزوليشن. هذا يبدو صغيرا جدا كذا، لا يعقل أن أضع هذه الإعدادات. مع كل احترامي للعبة، حتى هذه الإعدادات تبدو لي أصغر من المعتاد. هذا أفضل. مع كل احتراماتي فإن الكتابة كانت صغيرة جدا. يا إلهي، حتى الآن تبدو صغيرة. الآن أفضل. إذا
إذا لم نغير شيئا، أردنا أن نغير الشاشة لكن لا يمكن أن نغير الشاشة إلى ذلك الريزوليشن لأنها صغيرة جدا. إذا أعزائي المشاهدين، لقد قمنا بإعادة تشغيل جهاز الحاسوب كي نتمكن من الدخول، وهذا القيام ببعض الإعدادات. هنا قمنا بالدخول هنا والضغط على Property، ثم تعديل هذه الإعدادات الكومبتابيليتي، وضعنا هنا ويندوز 7، ثم وضعنا هنا Disable Display Scaling. إذا هذا ما قمنا به، ثم عدنا تشغيلها فاشتغلت جيد جدا. الآن يطلب منا الاسم الذي سوف نشتهر به في الوضع. ياسين متاح؟ ليس متاح. اوكي ياسين، ياسين أكرم. عندنا دواء الاسم ياسين أكرم. ضغط على Start Now. Start Now. لما تلحانا أول مرة ألعب هذه اللعبة، لذلك هذا يبدو غريبا. Before we get you in the game، إذا اللعبة تقول لنا هنا اختر أحد هذه الاختيارات، ويمكنك أن تقوم بتغييرها لاحقا. يعني ليس بالضرورة، ليس بشيء مهم، أنا سوف أختار هذا الاختيار Team Fight Tactics على ما أعتقد. أختار هذا، نصحوني بهذا لكنني سأختار هذا. إذا ماذا سيحدث الآن؟ يا إلهي، اشتغلت اخيرا بعد عذاب طويل. ما هذا؟ لا تقل لي انك ستعيد التحميل. الصدمة التي تكسر قلبك ليست جميلة، ولكن الصدمة الاجمل هي التي تجعلك قادرا. لماذا هذه اللعبة تحب التحميل؟ ايتها اللعينة الغريبة. حسنا قد دخلنا، لكن ما هذا يا هذا؟ هنا بلاي، هذا ما افهمه في هذه اللعبة فقط. وما هذا؟ افاليابو لمدة 30 ساعة فقط. ما هذا؟ اورب everyday. لم افهم جيدا ما يقال هناك. لدينا هنا بعض الرسائل. ما هذا؟ هذا الامر World of Exhaust Mission Begin. سوف نبدأ مغامرة من هنا. Come on. حسنا، لنبحث ونرى ماذا هنا. البروفايل لذلك تضحك يا بني. حسنا، هذا هو البروفايل الخاص بي ياسين أكرام. والله إنني لم أفهم شيء. ما هذه الأشياء الغريبة؟ نقوم بالضغط على بلاي على ما أعتقد. واتش هيستوري، الهايلايتس، ستيت. يمكنني إضافة ستيت. هل هذا صحيح؟ choose or champion. ما هذا يا هذا؟ ما هذا يا هذا؟ لنعد
أوكي، يبدو النادي النافدة لا تريد أن ترحل، سأضغط على هذه. ماذا سيحدث الآن؟ إنها مجرد إحصاءات على ما أعتقد. المهم نعود إلى هوم. وصلنا، نضغط على get started. ما هذا يا هذا؟ start your legend. start your legend. view the mission. هل هذه مهمات يعني؟ يا إلهي، إنني ما زلت غريبا عن هذه اللعبة. لا، يقول لك ابدأ وأنا لن أبدأ الآن. اضغط على بلاي. اضغط على بلاي مباشرة. أعطانا هذا المكان. لا يمكنك أن تلعب هذه اللعبة. 3 ضد 3، هناك 5 ضد 5. أليس الأجدر بكم أن تبدأوا بهذا ثم هذا؟ ما هذا؟ التدريب توتوريال. أها، هل هناك البي في بي والكو أوب والكريت كوستوم؟ ما هذا؟ كريت كوستوم نيم. هنا يعني يمكنك أن تبتكر رحلة خاصة بك. أو ما هذا يا هذا؟ أو اللاعبين هنا 10 على 10، 9 على 10. غريب. أظن سأذهب على التوتريال. لندخل إلى التوتريال. ندخل إلى التوتريال لكي ن... أين أنت؟ لا هذا. Welcome to League of Legends. سوف أضغط على هذه الورقة. أوكي. ما هذا؟ لماذا لا يمكنني الضغط على هذه؟ يا إلهي، اللهم ارزقني الصبر على هذه اللعبة. شيء أشياء غريبة في هذه اللعبة. نحتاج إلى مفسرين يا إخواني لهذه اللعبة. أوه، يعجبني هذا الشكل. مثلا هنا اضغط على اذا كيف اعود الى السابق؟ كيف؟ دعنا نذهب الى هنا. ثم اضغط على بيجن هذه لنرى ماذا سيحدث الآن. What؟ لا شيء. يا
رجل مع هذه اللعبة اللعينة؟ مثلا يبدو أني تسببت في إيب. الأمور غريبة جدا في هذه اللعبة. يبدو أن لدينا مشكلة جديدة على ما أعتقد. What? دخلنا إلى اللعبة. نحن في الداخل الآن. حتى هيك. من لعبة لعينة. اوكي. على قاعد اظن ان الامر كان يعود الى الانترنت. الان قد ظهرت معنا ستارت ناو. سنضغط ستارت ناو. يو تراين. عجبني هذا. اذا ما لاحظنا في هذه اللعبة انها تتأخر كثيرا في الدخول. كثيرا. وانني افقد صبري بسرعة في هذا الانتظار الطويل. هيا يا ليج اوف ليجندز. هيا اسرع قليلا. هل تعجبني صورتك هذه؟ هل أصيب جهازي بالشيخوخة؟ لماذا تتأخرين في الدخول؟ تكلمي معي. اللعنة. حسنا سوف أتكلم. ولماذا هذه الصورة التي تعجبني هنا وأنا لدي صورة فتاة؟ لماذا؟ لأنني أستنشق غضبا. هذه الصورة لدي فتاة ولكن ولماذا اخترت داريوس في البداية والآن لدي فتاة مرة أخرى؟ أين داريوس؟ داريوس كان عليك أن تختار صورة أخرى ليس هذه الصورة. يا إلهي لننتظر هذه اللعنة. لعنة؟ الكثير من الانتظار يا أخي. انظر إلى اللعبة. ما هذا يا هذا؟ يعني لنقم بستر بعض الأمور وستر هذه الأمور. ما هذا يا ليج اوف ليجندز؟ ما هذا الشيء الأسود الذي يتحرك؟ هذا الشيء الغريب. ماذا يحدث؟ اللعبة اختفت مرة أخرى. يا ويلي، عدنا مجددا إلى هنا. سوف تبدأي المعركة. Looks like your game crashed. اللعبة crashed. Please wait while we fix things. Oh my. لماذا؟ اللعبة تنتظر مرة أخرى كي تقوم بإصلاح نفسها بنفسها. أرجو أن يكون لديكم القليل من الصبر مثلي. يا إلهي. أنت لديك 5 دقائق. يقول لك انتظر 5 دقائق كي يقوم ب 10 دقائق. يا إلهي إنني سأفقد عقلي في هذه اللعبة. هي تتأخر في الدخول. 5 دقائق. ويجب عليك أن تتأخر لإصلاح الأخطاء. 1,000,000 دقائق. يبدو أنني سأجن قريبا. سأجن.
ثمان دقائق. ما هذه اللعبة يا سادة؟ إنها تشبه وسادة جدتي. أنا أتحدث معك. تشبه الوسادة. لا لا تصميني بالوسادة. ليس أنت. أنا هذه اللعبة أنا أتحدث معك. إذن الآن بعد انتظار الخمس دقائق والعودة بالدخول، لقد أصبح لدينا داريوس هنا، واختفت تلك الفتاة اللعينة الصغيرة. نعم لدي الآن داريوس هنا. جيد، ماذا ننتظر الآن؟ هيا لندخل. هذه قتل النفس أحيانا ليس بالضرورة أن يكون انتحارا، هناك قتل معنوي، إيذاء النفس، إيذاء القلب. إذن أعزائي قد دخلنا إلى لعبة ليج أوف ليجندز الآن مع التوتوريال، التعليمات والتدريبات. لأول مرة ألعب هذه اللعبة، إذن ماذا علي القيام بها؟ ماذا علي القيام؟ هل علي الضغط الضغط؟ واو. لكن من الذي اختار هذه الفتاة؟ أنا لم أختار هذه الفتاة يا ويلي. ما هذا؟ هل يمكنك اختيار شخصيات؟ أنا لم أختار هذه الشخصية، أو أنها مجرد بداية؟ هل يمكنني أن أتحرك بواسطة لوح المفاتيح؟ هذا ليس شيئا جيدا. أنا أحب أن أتحرك ب... واه! ما هذا؟ هاي قتلته. In League of Legends, you control a champion, a powerful and heroic individual. Okay. Each champion has unique and powerful abilities that set them apart from other champions. No two champions are alike. وماذا يعني هذا؟ What? عدت إلى البداية. لقد تحولت. واو. أنا غريب. أقتلها. تعال لا. يا إلهي. ما الذي يحدث هنا؟ هل هي ما هذا يا أجل. هل قتلته؟ واو. هل سأبقى على هذه؟ اقتل اقتل هنا أيها الوقت. كمان. يمكنني استعمال اختصارات الزر. صحيح. اوكي. انا بارع ولم اكن اعلم هذا. حسنا. نمر الى علي ان اقتل هذا صحيح. You should wait for more of your minions to arrive before advancing. سأموت. تراجع تراجع. تراجع تراجع. أنا ميت. ميت الآن. ماذا يعني هذا السم؟ عليه الدابلة هنا. أها. مثلا ماذا سنأخذ هنا؟ يمكنك تغيير الأبطال هنا. هذا صحيح؟ صحيح. يمكنني. اوكي. افعلوا هذا. هيا اضرب 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 هيا. رائع. تحرك يا انت تحرك. ايوه بصراحة انا اريد هذا البطل. هيا
من التدعية. استدعيناه؟ هل يمكنني؟ مثلا هذا البطل يبدو لي أفضل من أولئك الآخرين. إذن Turrets will come to the defense of friendly champions who are under attack. Wow. What the fuck? Ready to go. Ready to go. Hassan, كيف يمكن الشفاء؟ ضغط على. No. Monsters. What are you doing with this? Ready. Ready. F. بل اوه هذا جيد. لقد استحضت قوتي. هيا لنقتل هذا. كمان ان الانترنت على ما يبدو. هيا لنقتل هذا التمثال لنسقط. في اللحظة الحاسمة. هيا بنا لنعود. لنعود إلى القتال. هيا بنا. تبقى الضربة واحدة فقط. كمان. ادخل. هيا ادخل. يا ادخل. Clear a path the object of League of Legends is to pierce the enemy's defenses and destroy the nexus located in the heart of the base. يا نعم اللعبة غريبة. هؤلاء الأبطال هم أصدقائي لقد خرجوا من ديارهم ووقت القتال يا حق. تصرنا التمثال. هيا بنا نقتل التمثال الآخر. هيا انتم يقتلها ابطال. اللعب مباراة لعينة. انهيناهم بسرعة. انا ساقتل هذا الشمسان. سأقتل هذا التمثال. What the fuck ما هذه؟ كم أكره هذه الرسالة. أكرهها حقا. ماذا؟ Critical error has occurred and the process must be terminated. هذه الرسالة. رسالة؟ سوف تذهب اللعبة. إذن التسجيل سوف يتوقف على ما أظن، لأن هذه الرسالة اللعينة قد ظهرت لنا مرة أخرى. يا إلهي لماذا؟ إنني غاضب حقا. نعم أنت غاضب. نعم انظر في الخبزة. كيف الفلوس؟ متى؟ وين ماما؟ نقول تفيد عند بابا. صح. هو من جدك يعني. ماما. أتصل. أنا وشفر. يا تقول جدك هذا. وشفر. هذا ذاك غرس بابا. وشفر. أنا ذاك غرس بابا. أنا أخذ المشروم. كنت أحب سرور زيتها. ما تشفر إخشن. أشفر. أيوة الله. أيوة الله السلاعين.
أيوة الله يستر اللاعين. إذن قد دخلنا للمرحلة الثانية. هيا هيا لنقاتل، هيا هيا لنقاتل. نيان غيا Spend your skill points. Yeah. What the fuck? Marathon أخرى. What the fuck? Wow, هذا رائع. Wow. أنا أجمعهم بسرعة. نعم. هذا تبقى الكثير. نعم. واو. هداك. هيا. أول فوز لنا في اللعبة. نعم برافو. رائع جدا فيكتوري. جدا في هنا الشلحفة. لقد فزنا. نعم. وأين اللعبة؟ خسرت في هنا. اختفت اللعبة مرة أخرى. ودفو. إيه ديفو. يعني عدنا إلى البداية. لقد فزنا هنا، لدينا هنا علامة، يعني نحن وقد فزنا الآن. وهنا لذلك خرجت اللعبة. لدينا هنا دور الثاني. وهنا نعم سوف نذهب إلى هنا مرة أخرى. يب. First champion. Unlock your first champion. فزنا في هنا صحيح. هيا يجب أن نقوم بفتح أول بطل لنا. نعم. وأخرى نفوز الآن في البعوش. نقتلهم جميعا. جميعا الدراريف. صباح الآن. الصباح اليوم. اصمت 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 قليلا. نعم اسكت أنت. اغلق ذلك الباب. اذهب. نعم. اغلق هذا الباب. نعم. وضع الكرسي. في الكرسي تزلق. ضع الكرسي على الباب. نعم. الشفاط. بسرعة بسرعة. الوقت نضيعه. إذن هنا يعطيك أن تختار البطل الخاص بك لأول مرة بعد أن تقوم باجتياز المرحلة الأولى في التدريب. سوف نختار هنا واحد. وأنا أريد أن أختار داريوس. داريوس يعجبني. أما هو دي داريوس هو الأفضل. هي اسمت كرانيا في نظري. إزاي تنقلت الزمن؟ ماذا تقوم بالضغط؟ نضغط مثلا فيو أبيليتي كي نشاهد مهاراتي الخاصة. نضغط هنا أبيليتي لمعرفة لمشاهدة المهارات. هنا يقدم عرض المهارات. في الجملة في السوق. وهنا يعرض المهارات. اضربك في سقيو. سقيو مثلا حتى سقيو تاني. سنشاهد المهارات الخاصة بهذا المقاتل. نعم اسمع مهارات هو دي الزر لديه قوة خارقة. هو يقوم بسرعة القتال جدا. نعم عليك. هذا يبدو لي مقاتلا سريعا. إنه قوي جدا. يبدو لي سريعا جدا. حتى أنا. هيا أيها الوقت.
تحرك. يبدو لي قويا جدا. إنها ضربة عادية. لنشاهد هذه المهارة. أعرف هذه المهارة. هيا لا تتوقفي. مستر يي. ولكن مهاراتنا أخرى ما لماذا يلف حول الدائرة؟ هذا الذي يهمني. واو. هذا قلت لك إنه سريع جدا. إنه سريع سريع سريع. هذا ينتقل من السماء. ليس هذا. هيا. إذن الذي اخترته هو هذا البطل. They will regret opposing me. سأختار هذا. لماذا؟ اختار شخصيات أخرى لدي الزمن. قد اخترت تنتقل إلى الزمن وتضربه الآخر. إذن اخترنا البطل الخاص بنا لأن سوف نجرب نقوم بلعب. إذن كي تبدأ باللعب في هذه اللعبة فإنك تضغط على بلاي هنا. سوف تلعب. اضغط على بلاي. وهي بعد أن تضغط على بلاي تختار هنا هل تريد البي في بي يعني لاعب ضد لاعب. ضد لاعب؟ أو هنا تختار هنا خمسة. تختار هنا نوع آخر وهو أنت ضد ماذا؟ هذه لم أفهمها يعني لم أفهمها كثيرا خمسة لكن ضد خمسة؟ يوجد فيها خمسة ضد خمسة. وهذه هي التدريب. تدريب تضغط هنا. ولكن أنت تدربت؟ إذن التدريبات تضغط هنا. توتريال يعني تدريبات. توتري؟ إذا نضغط على التدريبات كي نكمل ما تبقى من التدريبات. ولكن علينا أن نقوم بحركات كثيرة جدا. أوه انظر إلى الرأس. أوه لقد تغيرت. لقد تغيرت الصورة. نعم سوف أغير هذه الصورة لا تعجبني. صورة الهرم. صورة الرأس هذا سأضع صورته البنفسجي. سأضع صورة السيوف. صورة السيف؟ لماذا؟ ثم ضغطت على السيف لكي يقوم بحفظ الصورة. هل يمكنني أن أقوم بتحميل صورة خارج اللعبة؟ لا يمكن. قم بهذه الصورة. لا يمكن. أنا أضغط على التدريبات. أضغط على كوم في. نعم. هذه سوف نتدرب. سوف يعطينا الاختيارات المسبقة التي دخلنا إليها سابقا. ممكن أين أصحابك؟ لماذا لا يلعبون معك؟ إنهم غائبون. إذا المرحلة الثانية في التدريب هناك ثلاث مراحل أو أكثر ربما ثلاثة ربما أكثر. إذا نضغطها فيها على هذه المرحلة ثم نضغط ستار ناو للبيت في الدخول للمرحلة الثانية. يدخل إلى المرحلة الثانية ونقتلهم جميعا. هاي هنا اختفت اللعبة لكنها ستظهر بعد قليل. إنه فريقك. لماذا يعطيني هذه البطاقات؟ ولماذا اسمي مكتوب تحت هذه البطاقة اللعينة؟ إنني أستنشط غضبا. من الذي اختار هذه الصورة لي؟ يا إلهي يمكنني تغييرها؟ نضغط هنا. كيف لا يمكن تغييرها يا إلهي. إنني في ورطة. أوه وات؟ ما هذا؟ وات؟
What the fuck? ايه لماذا لا تتغير؟ ما هذا يا هذا؟ ماذا علي ان افعله هنا؟ ان اللعبة تقوم بالتحميل. علينا الانتظار فقط. اظن انه علينا الانتظار فقط لانها كلهم صورة كثيرة. كثير من الصور تعجبك. لماذا انا اريد هذا الشخص؟ يعجبني هذا الشخص. لماذا لدي انا هذه الصور اللعينة؟ الصورة القبيحة. لست أفهم يا هذا. إنني غاضب حقا. واصمت. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.